الرئيس السيسي يفتتح مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ بالمقطم. بعد يومين من استهداف أسطولها في القرم، قصف روسي يطال مواقع عسكرية ومنشآت للطاقة في أوكرانيا. لولا دا سيلفا يفوز برئاسة البرازيل ويؤكد أن بلاده بحاجة إلى السلام والوحدة. الثالثة عصراً الواحدة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة عبر شاشة أكسترا نيوز، والبداية مع الزميل كريم حاتم. إليك كريم. أهلاً بك دارين، أهلاً بكم مشاهدين الكرام. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم. أكد الرئيس السيسي في مداخلة له خلال حفل الافتتاح على أهمية إنشاء الشبكة التي كانت بمثابة حلم تحقق للمساهمة في تأمين البيانات والاتصالات بشكل كامل. احنا هنخلص الجمهورية بالكامل خلال 4 شهور. تمام يا فندم. وانا بس خليني يعني اشكركم كلكم جميعا، كل اللي ساهم في هذا المشروع، دكتور مصطفى وكل الوزارات المعنيه بهذا الامر، وده كان حلمنا بيه من سنين طويله فاتت يعني، والحمد لله ربنا وفقنا ويعني خلصناه تقريبا. وانا بس عايز اقول لكم على حاجه، في كل المشروعات اللي زي كده يمكن كتير من اللي بيسمعونا بيشوفونا يمكن ما يكونوش متصورين ايه اللي ممكن تقدمه المنظومه ديت للدوله المصريه وللاداء ولجوده الحياة وحوكمة البيانات وسلامة الإجراءات وكلام من هذا القبيل. ويمكن دايما كان محتاج مننا أن احنا في الإعلام نشرح أكتر ونفهم الناس أكتر. لما أتكلم على يعني من غير ما أخش في تفاصيل كتير يعني يا بكر، تمام، لما بنتكلم على تأمين بيانات وتأمين اتصال احنا بنتكلم هنا على حاجات فنية مش عارف اقول يعني. الدكتور مصطفى بيقول لي معقده، انا عايز اقول له هي مش بس معقده، بس لا، هي حجم التامين اللي فيها قد يصل لنسب عاليه جدا جدا، مش عايز اقول 100% عشان ما بقاش بكلم ولا يا بكر. تمام يا فندم. يعني الكلام اللي معمول فيه كلام مش هيتقال خالص. تمام. في الموضوع دوت، لكن هو الهدف منه ان احنا الاتصالات والبيانات المتداوله على هذه المنظومه تبقى يعني يصعب إن ما كانش يستحيل التدخل فيها أو إعاقتها. وكشف الرئيس السيسي عن أنه سيتم إنشاء مركز عمليات مصغر بكل محافظة للاتصال بالشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة. الكلام اللي بيتعمل هنا لما يخلص تماما على مستوى المحافظات هيبقى أنت مضطر، هيبقى في مركز عمليات صغير، يعني هنا المركز عمليات الرئيسي اللي هو اللي الدولة بتشوف بيه بعضها، بتشوف بيه كل المحافظات وتشوف نفسها بيه. تمام. وبتسيطر بيه. البيان او البلاغ الواحد اللي هيتقدم من محافظه زي محافظه مثلا الاسماعيليه، الاقصر، اي حاجه. تمام. هيبقى في مركز صغير يشرف برضه بالعناصر الست اللي احنا بنتكلم عليهم، الاسعاف والداخليه او الصحه والداخليه والبترول وغيره. وهكذا. موجودين عناصر برضه على مستوى المحافظه. تمام. والمحافظه الكلام ده متصل بالمركز الرئيسي آلي، مش كده برضه يا بكر؟ تمام يا فندم. تمام. فاحنا شايفين بعض، شايفين ايه اللي بيحصل في الدوله، ونقدر نحشد الموارد سواء من داخل المحافظه اللي فيها مشكله او الدوله تقوم بحشد موارد اخرى لو الامر متطلب اكتر من طاقه المحافظات. انا بس عايز اقول نقطه مهمه جدا هنا. احنا كنا بنقول اللي هو ميكانه والحكومه الذكيه. وبقول احنا كان في كلام اتكلمنا فيه من حوالي 3 سنين دكتور مصطفى على ان احنا في المدن الجديده في المحافظات المختلفه بنعمل المحافظه الجديده، وقلنا ان المحافظه الجديده يا بكر معلش هتبقى برضو مميكنه متصله بالحكومه في العاصمه يا دكتور مصطفى. تمام. فارجو ان احنا واحنا شغالين ننتبه ان احنا عشان بس ما بنعملش الزواج في مراكز التحكم اللي انتوا هتعملوها يعني.
كما شهد الرئيس السيسي افتتاح وإطلاق خدمات القمر الصناعي المصري للاتصالات طيبة واحد من أحد مراكز الإدارة والتحكم عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حيث أكد الرئيس السيسي أن مصر لأول مرة أصبح لها قمر اتصالات خاص بها وهو لم يكن موجودا من قبل. بشكر كل من ساهم في المشروع دوت، وبرضو بشكر الجهد الكبير وبهني. احنا قلنا الكلام ده قبل كده من أكتر من سنة لما أطلقنا القمر، لكن ده كان أول مرة يكون لمصر قمر اتصالات خاص بها. تمام يا فندم. ده ما كانش موجود قبل كده. كنا بنعتمد على طبعا طبعا ده متاح مهم قوي ان انا اقول برضو ان الشغل اللي هنا مش شغل، الشغل هنا فيه شغل تجاري ممكن يحقق موارد يمكن بكر ما اشارش ليها باستفاضه يعني، لكن ممكن يحقق موارد كويسه لتقديم الخدمات ديت للقطاعات المدنيه وال يعني والمستثمرين والقطاع الخاص اللي هو يهمه انه ياخد خدمه بهذا المستوى وبهذه الجودة. وتفقد الرئيس السيسي مركز التحكم المركزي لشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، كما استمع الرئيس السيسي إلى شرح مفصل حول التغطية الجغرافية للشبكة الوطنية للطوارئ وخدمات الاتصالات المؤمنة والتي توفرها الشبكة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 559 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 212 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 94 طنا. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 108 أطنان. أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فتم ضبط 10 أطنان أسمنت. كما تم ضبط 725 قضية من بينها 144 قضية خبز ناقص الوزن و125 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجال قضايا المخابز، بالإضافة إلى ضبط 26 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 213 طن في مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تزعم تكليف الرائدات الريفيات التابعة لوزارة التضامن بجمع بطاقة بعض الأسر لصرف منحة العمالة غير المنتظمة لهم. وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي والتي أكدت أن كافة المنح والمساعدات التي تقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بوزارة القوى العاملة ولا علاقة لها بالرائدات الريفيات، مشددة على قيام الوزارة بتقديم المنح والمساعدات الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية من خلال برامج الحماية الاجتماعية وأبرزها برنامج تكافل وكرامة. أعلنت القوات الجوية الأوكرانية عن إطلاق روسيا أكثر من 50 صاروخ كروز في هجوم مكثف جديد على منشآت الطاقة في البلاد،
في غضون ذلك أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بسماع ضوء انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، ما تسبب في إطلاق صافرات الإنذار بمناطق عدة في البلاد تحذيرا من غارات روسية محتملة. وأكد رئيس بلدية كييف انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن أحياء في العاصمة جراء الضربات الروسية. من جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القصف استهدف مواقع عسكرية ومنشآت للطاقة في أوكرانيا، وذلك بعد يومين من استهداف أسطولها في القرم. وأوضحت الدفاع الروسية أن الغارات والتي نفذتها بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة أصابت جميع أهدافها. قالت بيلاروسيا أنه سيكون هناك رد مناسب على أي استفزاز على الحكومة الأوكرانية، مضيفة أنها قامت بتطبيق إجراءات أمنية مشددة على الحدود، كما أشارت إلى أنها تحرس الحدود ليس فقط بمجموعة من الأسلحة ومخزون من الذخيرة، لكنها قامت بتغيير سيكولوجية مناهج تدريب الجنود والضباط. فرضت السلطات النيوزيلندية عقوبات على عدد من المواطنين الروس فضلا عن شركات في قطاع الدفاع ووسائل الإعلام. وقالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا، قالت إن القيود الجديدة ستطال 14 مواطنا من روسيا بما في ذلك رؤساء ومساهمين في شركات تنتج الصواريخ والأسلحة النارية، على أن يتم منع جميع الأشخاص الخاضعين للقيود من زيارة نيوزيلندا، بالإضافة إلى منع استخدامهم المجال الجوي والموانئ النيوزيلندية، إلى جانب تجميد أصول الأشخاص الذين فرضت عليهم العقوبات. بحث وزير الخارجية الأمريكي أنثوني بلينكن ونظيره الصيني وانغ يي الأزمة الروسية الأوكرانية. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الجانبين ناقشا التهديدات التي تشكلها روسيا على الأمن العالمي والاستقرار الاقتصادي، كما أكد الطرفان أيضا ضرورة إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة وإدارة العلاقات بمسؤولية بين الولايات المتحدة والصين. من جانبه أكد وزير الخارجية الصيني ضرورة توقف الولايات المتحدة عن محاولة احتواء وتحجيم بكين وتجنب خلق عقبات أمام العلاقات بين البلدين. نوجه عناية السادة المشاهدين لانطلاق قناة أكسترا لايف في بثها التجريبي، وهي قناة معنية بالبث الحي المباشر لكل الأحداث الكبرى داخل مصر وخارجها، وفي مقدمتها قمة المناخ. نشير إلى أن تردد قناة أكسترا لايف هو 12.092 فيرتيكال. وفاصل قصير نعود من بعده لاستكمال هذه النشرة، ابقوا معنا. مما لا شك فيه أن الإنسان المصري هو أهم وأغلى ما نمتلكه من ثروات. تضرم ظل الضل على العالم كله. يا رب. ان شاء الله يراضيك يا امي.
ولد عندي سرطان والله. انت عايزاني اعمله كله؟ الله ينديك يا ولد، ما حد يضرك وخلي لك ولاداتك وبارك فيك وراضيك. أهلا بكم من جديد. تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي جديد خلال شهر أكتوبر الجاري مع تباطؤ النمو في الربع الثالث، ما يسلط الضوء على حدة أزمة تكلفة المعيشة في المنطقة ويضيف مزيدا من الضغط على البنك المركزي الأوروبي. أكد مكتب الإحصاء الأوروبي ارتفاع مؤشر التضخم بنسبة 10.7% على أساس سنوي. على جانب آخر، سجل الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو نمواً بنسبة 2% خلال الربع الثالث من العام أو من العالم الجاري، ما يمثل تباطؤ عن النمو البالغ 8% في الربع الثاني. قال صندوق النقد الدولي إن النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى يتسم بالمرونة مع استمرار التعافي في عام 2022، لكنه أضاف أنه يتعين على المنطقتين توخي الحذر من زيادة الظروف غير المواتية على مستوى العالم، وطالب الدول بالمنطقتين بالحرص على المضي قدما في الإصلاحات. كما توقع صندوق النقد أن تنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5% هذا العام، ارتفاعا من 4.1% العام الماضي. حذر الكريملين من أنه سيكون من الخطير والصعب الاستمرار في تنفيذ الاتفاق بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية من دون موسكو التي علقت مشاركتها فيه، في حين تواصل السفن مغادرة أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أنه في ظل الظروف التي تتحدث فيها روسيا عن استحالة ضمان سلامة الملاحة في هذه المناطق، يصعب تطبيق مثل هذا الاتفاق وتسلك الأمور طريقاً مختلفا أكثر خطورة. غادرت 12 سفينة شحن محملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا على الرغم من تعليق روسيا الاتفاق بشأن صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية. وقال وزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف، قال إن وفود الأمم المتحدة قدمت 10 فرق تفتيش لفحص 40 سفينة بهدف الوفاء بالالتزامات بموجب مبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. قال وزير الزراعة الفرنسي إن بلاده تسعى إلى إتاحة طرق برية عبر بولندا أو رومانيا لمرور الصادرات الغذائية من أوكرانيا كبديل لطريق البحر الأسود، ذلك بعد انسحاب روسيا من اتفاق مهم بشأن الصادرات. أكد وزير الزراعة مارك فينسو أنه لن تكون هناك تداعيات مباشرة على المستهلكين الفرنسيين. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد مساعيه الدائمة لاستمرار أنشطة مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب في أعقاب تعليق روسيا مشاركتها. يأتي ذلك فيما تواصل الأمانة العامة للأمم المتحدة إشراك جميع الممثلين لتقديم خيارات بشأن الخطوات التالية فيما يتعلق بعمليات مركز التنسيق المشترك وفقا للأهداف والأحكام المنصوص عليها في المبادرة، حيث أفاد وفد الاتحاد الروسي أنه على الرغم من تعليق مشاركته في تنفيذ أنشطة مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب بما في ذلك عمليات التفتيش لفترة غير محددة، إلا أنه سيواصل الحوار مع الأمم المتحدة والوفود بشأن الأمور الملحة. قال منسق الأمم المتحدة لاتفاق صادرات الحبوب في البحر الأسود أمير عبد الله إن سفن الشحن المدنية لا يمكن أن تكون أهدافاً عسكرية أو أن تحتجز رهينة،
مشددا على أن الغذاء يجب أن يتدفق بموجب الاتفاق الذي علقت روسيا مشاركتها فيه في مطلع الأسبوع. جاء ذلك بعدما أعلنت موسكو تعليق دورها في الاتفاق لأجل غير مسمى، لأنها لا تستطيع ضمان سلامة السفن المدنية بعد هجوم على أسطولها في البحر الأسود. ارتفعت أسعار القمح خلال تعاملات اليوم بعدما علقت روسيا مشاركتها في اتفاقية تصدير الحبوب والتي سمحت بمرور صادراتها من أوكرانيا عبر البحر الأسود، ما زاد المخاوف بشأن تفاقم نقص الإمدادات وارتفاع أسعار الغذاء بشكل أكبر، كما أنه يسهم في زيادة التضخم العالمي. هذا وصعدت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو بنسبة 7.7% قبل أن تقلص مكاسبها إلى 5.6%، كما ارتفعت أسعار الذرة وزيت وفول الصويا بنسبة 2.8% و 3% على التوالي. انكمش نشاط المصانع في الصين خلال أكتوبر الجاري بعد أن أثرت سياسة صفر كوفيد الصارمة والإغلاق المتكرر للمدن لمكافحة الوباء بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي للبلاد. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء بالصين انخفاض مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين إلى 49.2 نقطة هذا الشهر، مع مستوى 50.1 نقطة المسجلة في سبتمبر. كذلك أظهرت المؤشرات الفرعية بشأن التوظيف والإنتاج والطلبات الجديدة ووقت تسليم الموردين انكماشا في أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر. أغلق المؤشر الياباني الرئيسي أغلق عند أعلى مستوى له في 6 أسابيع بختام تعاملات اليوم، متتبعا الإغلاق القوي في وول ستريت في الجلسة السابقة مع تصدر أسهم التكنولوجيا. هذا وارتفع المؤشر الرئيسي في بورصة طوكيو بنسبة 1.78% وهو أعلى مستوى منذ 20 سبتمبر الماضي، مسجلا أكبر مكسب في يوم واحد منذ منتصف شهر أكتوبر الجاري. سجلت اليابان أول انخفاض شهري منذ 4 أشهر في الانتاج الصناعي جراء ارتفاع تكاليف المواد الخام وتباطؤ الاقتصاد العالمي. وأظهرت بيانات حكومية أن انتاج المصانع انخفض بنسبة 1.6% في سبتمبر كأول انخفاض شهري منذ 4 أشهر. كما أشارت البيانات إلى ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 4.5% على أساس سنوي خلال الشهر ذاته، متوقعة حدوث انتعاش في الأشهر القادمة بعد أن خففت اليابان القيود المفروضة على الحدود أمام السائحين. أوضحت صحيفة ذا تايمز البريطانية أن الطلب على المنازل الجديدة من المشترين انخفض لأول مرة بمقدار الثلث. ونقلت الصحيفة عن شركات العقارات أن أسعار المساكن ارتفعت بنسبة 8.1% العام الماضي، وذلك وسط ارتفاع الطلب وانخفاض العرض في الأشهر الأخيرة، مؤكدة أن عدد المنازل المعروضة للبيع أقل بنسبة 13% من المتوسط على مدى السنوات الخمس الماضية. أشارت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إلى ضرورة مراقبة 4 نقاط هامة في اجتماع بنك إنجلترا هذا الأسبوع، وهي السياسة النقدية وتوقعات النمو الاقتصادي والتضخم والتجديد الكمي. ومن المتوقع أن يصوت أعضاء لجنة السياسة النقدية على رفع سعر الفائدة الرسمي وسط توقعات بزيادة بقدرة تصل إلى 0.75 نقطة ليصل إلى 3%. ونقلت فاينانشال تايمز عن خبراء الاقتصاد توقعاتهم بأن بنك إنجلترا سيحاول إقناع الأسواق بأنه ليس مضطرا إلى رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى يتوقعونه حاليا، ويراهن المتداولون على أن تبلغ أسعار الفائدة ذروتها عند 4.75% في صيف العام القادم.
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال التعاملات مع اتجاه التركيز نحو بيانات التضخم والنمو في منطقة اليورو، وذلك عقب قرار رفع الفائدة من قبل المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة طفيفة بلغت 1%، كما زاد مؤشر فوتسي البريطاني بنحو 0.3%، وكذلك صعد مؤشر داكس الألماني 0.25%، في حين تراجع مؤشر كاك الفرنسي بقيمة 0.3%. انخفضت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية خلال تعاملات اليوم بعد يومين متتاليين من الارتفاع، حيث أدى الطقس الدافئ غير المعتاد إلى كبح الطلب وتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات خلال فصل الشتاء. وتراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في هولندا بنسبة 8.25% لتصل إلى 127 يورو و60 سنتا لكل ميجاوات. قال رئيس الوزراء البولندي إن بلاده تخطط لبناء 3 محطات للطاقة النووية تضم 6 مفاعلات، وذلك كجزء من برنامجها للطاقة النووية. وأوضح رئيس الوزراء البولندي أن حكومته تستثمر في الطاقة النووية لضمان أمن الطاقة، مشيرا إلى أن محطات الطاقة النووية ستجعل بولندا مستقلة عن تقلبات السوق، مؤكدا أن الاستثمار في الطاقة النووية لا يعني أن بولندا لن تطور مصادر الطاقة المتجددة. انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وسط مخاوف تباطؤ الطلب من قبل الصين مع استمرار سياسة مكافحة فيروس كوفيد-19 في التأثير على النشاط الاقتصادي للبلاد. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.5% إلى 92 دولارا و35 سنتا للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.8% لتسجل مستوى 86 دولارا و33 سنتا للبرميل. أما أسعار الذهب فتتجه نحو 7 خسارة شهرية على التوالي بسبب ضغط معدلات الفائدة الأمريكية المتضخمة، في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون الحذرون على اجتماع السياسة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للحصول على إشارات بشأن موقفه في المستقبل، حيث ارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية بشكل طفيف عند 1638 دولار للأوقية. نوجه عناية السادة المشاهدين لانطلاق قناة إكسترا لايف في بثها التجريبي، وهي قناة معنية بالبث الحي المباشر لكل الأحداث الكبرى داخل مصر وخارجها، وفي مقدمتها قمة المناخ. ونشير إلى أن تردد قناة إكسترا لايف 12092 فيرتيكال. والآن فاصل قصير ونعود بعده لاستكمال هذه النشرة، ابقوا معنا. ولا كان في حجة تبطلنا احنا.
أهلا بحضراتكم من جديد، ونستكمل مع حضراتكم جولة أخبار الثالثة عصرا، حيث تنطلق غدا الثلاثاء في الجزائر فعاليات القمة العربية في نسختها 31 بمشاركة عدد من القادة العرب. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا موفد أكسترا نيوز إلى الجزائر الزميل عوض الغنام. أهلا بك عوض. يعني كان السيد وزير الخارجية الوزير سامح شكري قد توجه إلى الجزائر منذ أيام لحضور الجلسات التحضيرية للقمة العربية على مستوى وزراء الخارجية. ماذا عن المزيد من التحضيرات للقمة لديك؟ نعم دارين، اليوم هو يوم استقبال الوفود الرسمية للانطلاق الفعلي والعمل للقمة العربية غدا بعد غياب دام لنحو 3 سنوات. كل المؤشرات تؤكد على أن هذه القمة سيحضرها عدد كبير من زعماء وقادة وملوك ورؤساء العالم العربي بعد هذه الفترة الزمنية البعيدة التي حدث فيها متغيرات عدة إقليمية ودولية. فبات من الضروري الآن عقد هذه القمة في هذه التوقيت، وفيها سيتم من خلال الأمين العام لجماعة الدول العربية، كان له تصريحات مهمة بالغاية لخص فيها ربما أهم المحاور التي ستعمل عليها هذه القمة من خلال حضور القادة غدا، قادة الدول العربية. وكانت البداية في هذه التصريحات التي أدلى بها بالأمس بأن البداية ستكون في البحث عن استراتيجية مهمة للغاية خاصة بتحقيق الأمن الغذائي في العالم العربي. وهذه النقطة بالمناسبة دارين كانت من أهم المحاور التي تحدث عنها الأمين العام في كلمته حينما كان اجتماع وزراء الخارجية العرب، وربما هو متغير في فلسفة الأمين العام في الحديث عن القضايا العربية والإقليمية، ويبدو أنها واقعيا هي مهمة للغاية لأن هناك عدد كبير من الدول والاقتصاديات والعواصم العربية تعاني معاناة شديدة من الأزمة الاقتصادية التي ربما لا نعرف مداها جراء الأزمة الاقتصادية الراهنة جراء الأزمة الأوكرانية كما تعلمين. النقطة الثانية التي تحدث فيها الأمين العام لجماعة الدول العربية هي نقطة اللم الشمل. هذا شعار دوما يرفع في كل القمم العربية، لكن بات الآن من الملح ومن الضروري تفعيل هذا المصطلح على الأرض الواقع أيضا حسب توصيفه، لأن هناك متغيرات إقليمية باتت من الضروري تفعيل هذا المعنى على أرض الواقع. ثم أكد على حزنه الشديد لأن الموقف تجاه الأزمة السورية وعودة مقعد سوريا لم يحدث بها أي تغيير، مؤكدا في هذه التصريحات بأنه أن لديه حزن أو بالغ الحزن لأن هذا لم يحدث عليه تغيير. السقف في هذه المرة عالي للغاية لدعم القضية الفلسطينية حسب توصيف السيد أحمد أبو الغيط في هذه التصريحات. وأيضا عبر عن عدم يعني ارتياح الخاص به جراء تطورات الأزمة الخاصة في لبنان في اليمن، لأن الأزمة في اليمن ينتج عنها أزمة إنسانية يعاني منها ملايين من أهل لبنان. المشهد في لبنان لم يغب عن هذه التصريحات، مؤكدا غدا سيكون هناك دعما كبيرا في البيان الرسمي لاجتماع قادة العالم العربي تجاه لبنان، لأن لبنان خلال ساعات دستوريا سيكون هناك فراغ دستوري، مؤكدا على أن الأزمة الاقتصادية عالميا تنعكس بلا شك على الشارع اللبناني. فبالتالي من المهم للغاية دعم لبنان في هذه المرحلة. عدد كبير من الأمور تحدث عنها الأمين العام لجماعة الدول العربية في هذه التصريحات الصحفية، والسيد حسام زكي بالأمس تحدث أيضا في نفس النقاط، ولكن أعطى فرصة أكثر بالنسبة لطبيعة القرارات التي سيتم عرضها غدا على جماعة الدول العربية، لأن بالأمس تم التوافق في الاجتماع التشاوري وقبله في الاجتماع المغلق بين كل وزراء الخارجية العرب على بحث نقاط محددة اقتصادية وسياسية واجتماعية، وتم التوافق عليها مؤكدا بأنه لم يتم إرجاء أي قرار للقادة العرب. غالبا دارين من خلال متابعتنا للقمم العربية واجتماعات وزراء الخارجية العرب، حينما يكون هناك خلاف بين وزراء الخارجية العرب يتم يعني تأجيل هذه النقطة أو رفعها إلى القادة العرب، لكن هذه المرة لا يوجد أي قرارات تم رفعها، وهو ما يؤكد على أن هناك تصور إيجابي تجاه هذه القمة. اليوم سأول الوصلين سيكون الرئيس أبو مازن، الرئيس الفلسطيني سيكون هو أول الزعماء العرب قادمين أو سيصل إلى الجزائر، سيليه الأمين العام للأمم المتحدة حسب البيان الرسمي أو الموقع الرسمي للأمم المتحدة سيحضر هذه القمة، بالإضافة إلى الرئيس الاتحاد الأفريقي الرئيس السنغالي. نتحدث حسب توصيف السيد حسام زكي الأمين العام المساعد لجماعة الدول العربية أن نحو 30 قادة وزعماء العالم العربي سيحضرون هذه القمة، وهي نسبة كبيرة للغاية. الرئيس التونسي سيقدم تقريرا مفصلا عن رئاسته للدورة السابقة وما حدث من تطورات خلال السنوات الماضية، ثم يليه الأمين العام جامعة الدول العربية الذي سيقدم توصيفا وتقريرا شاملا عما أيضا تم من خلال فعاليات مهمة وأحداث مهمة ومواقف مهمة لجامعة الدول العربية خلال السنوات الماضية. الإعلان الذي سيخرج من هنا دارين سيسمى إعلان الجزائر، وسيتضمن كل هذه النقاط التي شرحناها.
على كل حال هذا هو المشهد حتى هذه اللحظة، ونحن هنا في أحد الفنادق القريبة للغاية من المركز الرئيسي الذي سيشهد هذه الاجتماعات غدا، اجتماعات رؤساء وقادة العالم العربي. واليوم كانت هناك اجتماعات ثنائية وثلاثية ورباعية، ومشاورات ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة بين عدد كبير من ممثلي الدبلوماسية العربية ووزراء الخارجية العرب بطبيعة الحال. تفضلي دارين. نعم، يعني إذن بعد انقطاع دام لمدة 3 سنوات يعود قادة العرب للاجتماع من جديد على طاولة القمة العربية لمناقشة العديد من المحددات التي تهم العالم العربي، واليوم هو بدء توافد الوفود الرسمية لحضور قمة العربية في الجزائر. هذا ما أخبرنا به زميلنا عوض الغنام موفد أكسترا نيوز إلى الجزائر. وبالتأكيد سنعود إليك عوض لمعرفة يعني الكثير والكثير عن هذه القمة ومجرياتها والتجهيزات المرتبطة بها. شكرا جزيلا لك. انطلقت فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك على عقبة 7 والذي تنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية والأردنية، وتستمر فعاليته حتى 9 نوفمبر بميادين التدريب القتالي بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ومسرح عمليات البحر الأحمر. ويشارك في التدريب عناصر من القوات البرية والقوات البحرية والقوات الخاصة المصرية والأردنية. ويعتبر التدريب العقبة 7 من أهم التدريبات التي تنفذها القوات المسلحة المصرية والأردنية، والذي يهدف لتأكيد قدرة وجهازية العناصر المشاركة على التخطيط والتنسيق والتنفيذ في التوقيتات المحددة تحت مختلف الظروف. أطلقت مؤسسة حياة كريمة سلسلة من الحوارات المجتمعية الموسعة لكافة فئات المواطنين في قرى الريف المصرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واستعدادا لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واستجابة لدعوة الحوار الوطني لمؤسسات المجتمع المدني لإجراء حوارات جماهيرية في كافة محافظات الجمهورية مع مختلف أطياف المجتمع. كانت مؤسسة حياة كريمة قد بدأت سلسلة من الحوارات المجتمعية في مراكز المرحلة الثانية من المبادرة، والتي بدأت بمحافظة البحيرة مركز الدلنجات، وذلك في إطار جولات مبادرة حياة كريمة للتعريف بالمبادرة الرئاسية والاستماع إلى مطالب وآراء المواطنين قبل تنفيذ المبادرة داخل مراكز وقرى محافظات المرحلة الثانية. تأتي تلك اللقاءات الجماهيرية ضمن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني لكافة الكيانات الأهلية الفاعلة لإجراء حوارات جماهيرية ومجتمعية في مختلف المحافظات، بهدف تلقي مقترحات المواطنين والجهات المختلفة ورفع نتائج تلك اللقاءات لمجلس أمناء الحوار الوطني لضمان الوصول المتكافئ لكافة فئات المجتمع المصري. أعربت مصر عن خالص التعازي وعميق المواساة لدولة الهند الصديقة وذوي الضحايا جراء انهيار جسر بولاية كوجارات الهندية. وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب الهند الصديق في هذا الحادث الأليم. فاصل قصير نعود من بعده لاستكمال هذه النشرة، ابقوا معنا. سرعة
المصداقية، الصورة بكل أبعادها، كل الأخبار من كل العواصم، هنا القاهرة عاصمة الخبر. أهلا بكم من جديد، ونتابع مع حضراتكم جولة الثالثة الإخبارية. وإلى الشأن الخارجي، حيث بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أحد أكبر التدريبات الجوية العسكرية المشتركة بينهما، مع شن مئات الطائرات الحربية من الجانبين هجمات وهمية على مدار اليوم. كانت القوات الجوية الأمريكية قد قالت في وقت سابق إن التدريبات ستستمر حتى يوم الجمعة المقبل، وستضم نحو 240 طائرة حربية تقوم بنحو 1600 طلعة جوية، موضحة أن هذا العدد من المهام هو الأعلى على الإطلاق خلال هذا الحدث السنوي. من جانبها، أدانت كوريا الشمالية التدريبات المشتركة باعتبارها تدريبا على الغزو وإثبات للسياسات العدائية من قبل واشنطن وسول. فاز الرئيس البرازيلي والسابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على الرئيس الحالي جاير بوليسينارو في الانتخابات الرئاسية بالبلاد. حصل لولا على 50.8% من الأصوات مقابل 49.2% لبوليسينارو، بعد فرز 99.1% من أجهزة التصويت، وهو ما وصفته المحكمة العليا للانتخابات بأنه كاف لتحديد نتائج السباق حسابيا. وقال لولا إن البرازيل تحتاج إلى السلام والوحدة، مضيفا أنها عادت إلى الساحة الدولية ولم تعد تريد أن تكون منبوذة. في الشأن المحلي، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعمل وفق منظومة متكاملة. وخلال لقائه مع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في هذا المشروع العملاق وفق أعلى مستوى من الكفاءة والجودة. كما شهد اللقاء استعراض عدد من الموضوعات والملفات،
من بينها جهود التنسيق الذي يتم من جانب الحكومة والشركة بشأن انتقال العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى مقر وزاراتهم وجهاتهم بالعاصمة الإدارية الجديدة للعمل بالحي الحكومي بصفة دائمة. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء الإفراج عن مستلزمات الإنتاج الموجودة في الجمارك بدءا من الغد حتى يكتمل الإفراج عنها جميعا بنهاية الأسبوع الجاري. أشارت الوزارة إلى أن القرار يأتي بهدف إتاحة السلع في الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار، وذلك لتمكين المصانع المتوقفة من العودة إلى العمل. والآن وقفة مع أخبارنا الرياضية. يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة استعدادا لخوض مباراة الداخلية والتي تقوم يوم الأربعاء المقبل على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز. كان الأهلي قد فاز في الجولة الثانية على فريق أسوان بهدف دون رد. يواصل فريق الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره يوم الأربعاء القادم باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز. يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط من الفوز على سموحة ثم سيراميكا كليوباترا. والآن مع حالة الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على الأنحاء كافة. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. وبأخبار الرياضة وأحوال الطقس نكون قد وصلنا إلى ختام جولة الثالثة عصرا الإخبارية، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يفتتح مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ بالمقطم. بعد يومين من استهداف أسطولها في القرم، قصف روسي يطال مواقع عسكرية ومنشآت للطاقة في أوكرانيا. لولا دي سيلفا يفوز برئاسة البرازيل ويؤكد أن بلاده بحاجة إلى السلام والوحدة. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، كنا معكم دارين مصطفى وكريم حاتم، إلى اللقاء.